مع اعلان الاحتفال بعيد العمال، عنوان التحدي الاول دارت عجلة المنافسة وحلقت لأعلى مدى، ومع تصميم أعضاء لجنة الحكم على تقييم المشتركين بكل موضوعية وشفافية، كانت المفاجأة بتفاوت كبير بين العالمين. ثمر من الأشخاص اللي بلشوا من أول البرنامج وعم يتقدموا كل أسبوع، من أول ما بلشت لهلأ عم يبين في تغيير كتير. حلوين المعلومات التقنية اللي عطاهم نور الدين، وحبيت كان فيه حياة. يعني راشد انت المره دي بالنسبه لي اتس سيف فيديو، مؤثر جدا الشعر، الكلمات حلو. في المرحله دي من المسابقه يا عبد الرحمن انت عارف انه الواحد واحد لازم يبقى واقف على رجليه اكتر من كده. هالحال استمر خلال التحدي الحر يلي اطلق في كل المشتركين مواهبهم بحريه تامه، فابدع البعض منهم ببرهنه قدرته على الاستفاده الكامله من تجربه نجوم بلا حدود، ملاحظات الحكام، واكيد دروس اليوميات على ايدي خبراء بمجالات واسعه. طريقه كيف طرحتي المعلومات وكل الفريمز والالوان، تحسي بدك تنطي جوا الفيديو. انصدمت بالفكره قديش جديده. اي لايك انت طلعت حاجه، احنا بقالنا 11 اسبوع وده اول مره تطلع موهبه تانية جديده. انا اليوم الفيديو حسيته شوي معجوق. هيدا الفيديو يعوض الفيديو اللي قبل. حلوه الفكره كتير. وهيك كانت النتائج بعيده عن التوقعات بعوده نور الدين امين للصداره، ووقوف عبد الرحمن الحريري عن فئه الرياضه بمنطقه الخطر بمواجهه جنان وكيل عن فئه الشعر لتفوز وبفارق قليل بتصويت الجمهور. والليلة موعدنا مع المشتركين الأربعة يلي تمكنوا من إبهار الجميع بتطور مواهبهم، وأكدوا أنهم قادرين ينطلقوا بقوة نحو تحقيق حلمهم بالنجومية واحتراف مجال التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن مين منهم رح يحسم المنافسة لصالحه ويفوز بلقب نجم الآن؟ ثواني ومنعرف مع بداية برايم نصف النهائي والتحدي الأقوى من نجوم بلا حدود.